حلبة ملاكمة سياسية. هل من الممكن أن تحل الخلافات السياسية بالقتال؟ وأن يتم تصفية الحسابات السياسية داخل حلبة ملاكمة؟ هذا ما حدث بولاية الأمازون البرازيلية في واقعة غريبة من نوعها، حيث اتفق سياسيان برازيليان على تسوية خلافاتهما عن طريق قتال ما أثار المخاوف بشأن الطبيعة العدائية المتزايدة للديمقراطية في البرازيل. بدأت التفاصيل الواقعة عندما تعرض عمدة بلدية بوربا لتحد علني من عضو مجلس بلدية سابق لفشله في الحفاظ على حديقة مائية بالقرب من نهر ماديرا، والذي وصف العمدة بالمخادع والمحتال مطالباً إياه بمواجهة علنية. الغريب أن العمدة قبل التحدي ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى استعداده لمواجهة خصمه، وأكد أنه لن يشارك إلا في مشاجرة منظمة داخل حلبة. وبالفعل تم تنظيم مباراة ملاكمة للخصمين في صالة للألعاب بأحد المدارس المحلية. خبر المباراة بين اللدودين الشهيرين انتشر في المدينة قبل أسبوع من موعدها، وبدأت المراهنات مسبقاً بين السكان. وفي يوم المباراة امتلأت الصالة بمئات المتفرجين الذين دفعوا أموالاً لمشاهدة المباراة، وكانت المباراة قوية بين الخصمين، وفي النهاية فاز العمدة بفارق النقاط، لكنه كان شبه غير قادر على المشي بسبب عدد الركلات التي تلقاها من خصمه، وانتهى النزاع بعناق بين الطرفين. وسوف تذهب إيرادات المباراة لصندوق بالبلدية يستثمر في الرياضة ويشجعها، كما دعا الفائز كل من له عداء سياسي مع آخر أن يفعل الشيء نفسه فينهيه بمباراة في الملاكمة أو غيرها. شاركنا برأيك، ما رأيك بتصفية الخلافات السياسية بهذه الطريقة؟